بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. خير ما أحييكم به أيها الإخوة تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا في هذه الصبيحة هو الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. فما معنى الاجتهاد؟ ومن هو المجتهد؟ وما شروطه؟ وما مجال الاجتهاد؟ وما حكمه؟ وما مراتبه؟ وما موقع الاجتهاد اليوم في حياتنا المعاصرة؟ عن هذه العناصر نتحدث ونحاول بقدر ما نستطيع من التركيز أن نلقي عليها الضوء. الاجتهاد افتعال من الجهد أو الجهد، بذل الجهد أو تحمل الجهد. الجهد أي الطاقة، والجهد أي المشقة. فالاجتهاد من جهد، معنى بذل جهده أو تحمل الجهد. وصيغة افتعل في اللغة العربية تدل على المبالغة، يعني هناك فرق بين جهد واجتهد، بين كسب واكتسب. ذلك القرآن يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلها كل ما فعلت من الخير، أي فعل من الخير بأي جهد مكتوب لها، بينما لا يكتب عليها إلا ما اجتهدت فيه من الشر سعد. فالاجتهاد هو فيه هذا المعنى، ولذلك في اللغة لا يقال اجتهد فلان في حمل نواة أو في حمل ورقة، ولكن يقال اجتهد في حمل صخرة عظيمة. فمن أجل من هذا الفقهاء والأصوليون حينما عرفوا الاجتهاد عرفوه بأنه بذل الفقيه غاية وسعه في تحصيل حكم شرعي بطريق الاستنباط من الأدلة. بذل الفقيه غاية وسعه، وبعضهم يعبر عن هذا بقوله استفراغ الفقيه لغاية الوسع، يستفرغ كل ما عنده أقصى الطاقة. وبعضهم يضيف إلى هذا قيدا آخر يقول بحيث يحس بالعجز عن مزيد من الطلب، يعني ليس عنده أكثر من هذا. إنه هذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس يظن بمجرد ما يقرأ في كتاب أصبح مجتهدا. لا، لازم يبذل غاية الوسع، يستفرغ غاية الجهد حتى يعتبر ذلك اجتهادا. فهذا ومن بذل، من بذل الفقيه أي الإنسان المتهيئ للفقه الذي عنده الملكة الفقهية، له من الدراسة والقراءة وفقه النفس ما يؤهله لهذا، فقيه. فمن ليس فقيها لا يعتبر اجتهاده. لو دي واحد مؤرخ او اديب او شاعر او فيلسوف او متصوف او واعظ او خطيب مفوه واراد ان يجتهد، هذا لا يعتبر اجتهاده.
هذا هو ما يحدث فيه الخلط كثيرا. بعض الناس يظنون كل واعظ مثلا مؤثر او خطيب بليغ قادرا على ان يجتهد، لا، لابد ان يكون فقيها حتى لو كان مفسرا او محدثا او مؤرخا واراد ان يجتهد نقول لا، انت ليس عندك ملكة الفقه. فبذل الفقيه غاية وسعه في تحصيل الحكم الشرعي بطريق الاستنباط، بطريق الاستنباط، لما لو بطريق القراءة في كتاب او بطريق الاستفتاء او بطريق التلقين او بطريق الدلالة القطعية، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ليس في هذا اجتهاد، هذا حكم منصوص عليه نصا صريحا قطعيا، فلا يعتبر تحصيل هذا الحكم اجتهادا، انما الاجتهاد بطريق الاستنباط. والاستنباط من الأدلة، لا يستنبط من الهواء، المجتهد لا يعمل في فراغ، انما يستنبط من أدلة تفصيلية معروفة، كتاب والسنة والإجماع والقياس ومصالح المرسلة إلى آخره. فهذا هو تعريف الاجتهاد. فالركن الأول في أركان الاجتهاد هو الاجتهاد ذاته، معنى الاجتهاد. الركن الثاني هو المجتهد. من هو المجتهد؟ قلنا هو الفقيه المتهيئ لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، وهذا له شروط، لابد من شروط حتى يستطيع أن يجتهد وحتى يبلغ مرتبة الاجتهاد. وهنا هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء وعلماء الأصول شددوا فيها حتى لا يلج هذا الباب من ليس من أهله، لأن المسألة مسألة دين وشريعة، فقد يترتب على هذا أن يحل الحرام أو يحرم الحلال أو يلزم الناس بما لم يلزمهم الله أو يسقط عنهم ما فرضه الله عليهم أو يبتدع لهم في الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك قالوا لابد من شروط. ما هي هذه الشروط؟ أول هذه الشروط العلم بالقرآن، العلم بالقرآن الكريم. فالقرآن هو المصدر الأول لشريعة الإسلام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلابد أن يكون على معرفة بالقرآن الكريم. بعضهم قال معرفة بآيات الأحكام، وبعضهم قدرها بخمسمائة آية، وبعضهم قال لا هي تسعمائة آية، وبعضهم قال أكثر من ذلك. ولكن القول الصحيح أن يكون له إشراف على معاني الآيات عامة، لأن ما الذي يعرفه أن هذه آية أحكام وهذه ليست آية أحكام؟ هناك آيات في القصص المذكورة في القرآن ويستنبط منها أحكام، لأن انظر مثلا قصة مثل قصة الخضر وموسى عليه السلام في سورة الكهف، هذه يترتب عليها أشياء، وبعض الناس يترتب عليها علم الحقيقة وعلم الشريعة، وفيها بعض الأحكام المهمة مثل ارتكاب أخف الضررين، لأن الخضر حينما خرق السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها، ثم بين له فيما بعد أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. معناها أنه ارتكب أخف الضررين بخرق السفينة وإحداث هذا التلف الجزئي فيها حتى لا يأتي هذا الملك الظالم ويأخذها كلها. هذا من هنا قصة سيدنا يوسف فيها أشياء كثيرة عن أحكام الرؤى المنامية وعن السجن وهذه الأشياء وعن عملية التخطيط الاقتصادي. يوسف عليه السلام أول لهم الرؤية بتخطيط لمدة 15 عاما، وقام هو بتنفيذ الخطة، 7 سنين إنتاج مستمر مع استهلاك
قليل وسبعة أخرى إنتاج وادخار، وبعدين بعد ذلك السبعة الأخرى اللي هيأكلوا فيها يأكلن ما قدمتم لهن، مش ما قدمتم لهن، يعني أيضا يعني إشراف على عملية الاستهلاك ما قدمتم لهن، لأنه مع ودود الأزمة لابد من تقليل الاستهلاك وتنظيمه. وهكذا هناك أحكام كثيرة في قصة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه عملية الجعالة والكفالة، أنا به كفيل. عملية الحيلة إلى أي مدى ممكن أن يحتال الإنسان إلى مقصده، مثل عملية وضع الصواع في رحل أخيه. يعني حتى القصص ممكن يكون فيها أحكام يستنبط منها الفقيه، فقيه النفس، ما ييسر الله له فهمه منها. فلازم من يريد أن يجتهد لابد أن يكون على علم بالقرآن، ويعلم الناسخ من المنسوخ والمقيد من المطلق والخاص من العام، يكون فاهم لهذه الأشياء كلها. حتى ولو لم يكن حافظا للقرآن كله، والأولى أن يكون حافظا للقرآن حتى يستحضر الآية تكون حاضرة في ذهنه كأنها لوحة مرسومة، عارف الصورة الفلانية كذا، إنما على الأقل يكون قارئ للقرآن عشرات المرات ومئات المرات، بحيث أنه إذا لم يحفظ الآية عن ظهر القلب يستطيع عارف أنه في الصورة الفلانية ويستطيع أن يصل إليها. فهذا هو العلم بالقرآن، أول شيء كتاب الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك العلم بالسنة النبوية لأنها مفسرة القرآن ومبينته، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية، لأن السنة قول وفعل وتقرير وكلها تشريع، فلابد أن يكون على علم بهذه السنة، يعرف السنن ما ثبت منها وما لم يثبت، لذلك لابد أن يكون على علم بأصول الحديث، ويعرف الجرح والتعديل والرجال والرواه وما يشترط فيهم والسند وما يشترط فيه، ويكون قادر على الأقل على مع الرجوع إلى الكتب إذا ولد راوي من الرواه واختلف فيه إلى أي الكتب يرجع، حيث يعرف ماذا قالوا في هؤلاء وإذا اختلفوا فكيف يرجح، لازم يكون عنده قدرة على الترجيح، ويعرف المتشددين والمتساهلين، ويعرف يحيى بن معين وابن القطان وفلان الفلاني، يعني لازم يكون عنده غاص في هذه، وده علم بحر واسع، فمن لم يعرفه لا يستطيع أن يعني يستدل بالسنة. ولو أي واحد يعني قال له كلمة ساقف تائها. لذلك من المهم جدا حقيقة ان يكون الفقيه على علم بالحديث. من ما نشكو منه من مدة ان كثيرا من اهل الحديث لا يشتغلون بالفقه، وكثيرا من اهل الفقه لا يشتغلون بالحديث، فحدث نوع من الجفوة. ولكن المجتهد الحقيقي هو الذي يصل الفقه بالحديث والحديث بالفقه. وروي عن بعض السلف من قالوا لو كان الأمر بيدنا لضربنا بالجريد كل محدث لا يشتغل بالفقه وكل فقيه لا يشتغل بالحديث. فلابد من العلم بالأحاديث، وخاصة أحاديث الأحكام، الأحاديث التي لها علاقة بالأحكام. وديت يعني من فضل الله أنها جمعت في بعض الكتب، أو جمع أكثرها كتاب مثل بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر فيه 1596 حديث، كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لابن تيمية الجد الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، وده فيه 5029 حديث. ومع هذا الشوكاني نفسه يستدرك أحيانا ويقول هنا حديث كذا وكذا في الشرح غير الأحاديث التي ذكرت في المت. هناك كتب أخرى مثل الإلمام وشرح ابن دقيق العيد
هناك السنن الكبرى للبيهقي في 10 مجلدات، هناك معاني الاثار للطحاوي، هناك يعني في كتب السنة بحر حقيقة. من يريد ان يجتهد لابد ان يكون له المام بهذه الكتب واطلاع عليها ومعرفة بها، على الاقل اذا اراد ان يبحث موضوعا يبحث عنه في مظانه المختلفة. وهذا ليس بالشيء الهين، يحتاج الى غوص حتى يستخرج ما يريد استخراجه. فهذا العلم بالسنة. ثم بعد ذلك، بعد العلم بالسنة، يأتي العلم بمواقع الإجماع. العلم بمواقع الإجماع، وذلك حتى لا يفتي بخلاف ما أجمعت عليه الأمة، أن هناك أحكام إجماعية استقرت عليها الأمة، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. إذا ثبت الإجماع بيقين فلا داعي لإنشاء اجتهاد جديد في أمر فرغت منه الأمة، لأن المواضع الإجماعية اليقينية هذه هي التي تجسم وحدة الأمة في فكرها وسلوكها. لأنه لو كل شيء مختلف فيه لم يصبح لهذه الأمة شيء يجمعها، تصبح مزقا. لما هذه الأشياء، في أشياء، أن الصلوات 5 وأن الصيام في شهر رمضان ومن الفجر إلى غروب الشمس، وأن الصيام عن الأكل والشرب ومباشرة النساء، وإن الحج إلى مكة، وإن الطواف 7، وإن كذا، أشياء مما علم من الدين بالضرورة، أو أشياء أجمع عليها وإن لم تبلغ مبلغ المعلوم من الدين بالضرورة، إنما الكل الأمة اتفقت عليها، مثل إن الجدة إذا لم تدد الأم ترث السدس بدل الأم، أمر مجمع عليه. هذه الأمور التي أجمع عليها لا داعي لأن يأتي أحد ويعني نفسه بأن يجتهد من جديد ويجتهد ويخالف الأمة، مثل بعض الإخوة اللي اجتهد أنه يجوز للمسلمة أن تتزوج كتابيا، كما أن المسلم يتزوج كتابيا فالمسلمة لها أن تتزوج كتابي، وأراد أن يجتهد. يا أخي هذا أمر يعني أجمعت عليه الأمة واستمر عليه العمل واستقر عليه الفقه، فقه المذاهب كلها، سنية وشيعية وإباضية وظاهرية ومن كل الأصناف، وهو فقه متصل بالعمل. يعني الأمة عملت على هذا الأساس ولم يحدث أبدا إن مسلمة تزوج كتابيا خلال 14 قرنا، وده له أصل في القرآن: فلا ترجعهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا داعي واحد يقول هذا مقصود به المشركين، وهذا يعني هذا الأصل في القرآن مع إجماع الأمة نظرا وفقها وعملا وتطبيقا. ما داعي أن واحد يجي يجتهد في أمر أجمعت عليه الأمة هذا الإجماع المستقر. الأمة أجمعت على أن الحلي مباح للنساء واستقرت على ذلك المذاهب ومرت على ذلك الأمة 14 قرنا، فلا داعي أن يأتي واحد ويجتهد ويقول لك لا، هناك نوع من الذهب حرام على النساء، الذهب المحلق حرام على النساء. يعني هم المسلمين عملوا بالحرام المتفق عليه حتى نأتي لهم بمحرمات جديدة لم يقل بها أحد؟ ولذلك من المهم جدا العلم بمواقع الإجماع حتى لا نفتي ونجتهد في الأمور الإجماعية اليقينية. نقول هذا بهذا الشرط، ما تيقن الإجماع عليه، لأن هناك أشياء يدعى فيها الإجماع وليست بمجمع عليها حقيقة. من يبحث يجد فيها خلافا، وأنا عانيت ذلك بنفسي وأنا أبحث في فقه الزكاة، وجدت أشياء قل فيها الفقهاء أجمعوا على كذا أو لا نعلم في ذلك خلافا، ويثبت الخلاف. من يبحث في فقه الصحابة والتابعين والعقود الأولى ويغوص في بطون الكتب يجد أن في المسألة خلاف. فلذلك نقول الإجماع المتيقن، فلابد أن يكون على علم
هذا النوع بهذا الإجماع. أيضا من الشروط المهمة، الشرط الرابع، أن يكون على علم بالعربية، باللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والسنة نطق بها رسول عربي، والسنة الفعلية والتقريرية أيضا رواها عرب خلط، فلابد أن نعرف لسان العرب، نعرف العرب كيف كانوا يتكلمون، نعرف الحقيقة والمجاز والخاص والعام والفحوى والإشارة، بحيث يكون الإنسان عنده ذوق العربي القديم يتمكن. طبعا هذا لست لنا سليقة العربي. رجل الأعرابي قديما يقول: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعربه. أنا ما لا أعرف نحو سيبويه، أنا بالسليقة. إحنا لم نعد نعرف العربية بالسليقة، لابد أن ندرس، فلازم ندرس النحو والصرف والبلاغة المعاني والبيان وهذه الأشياء، وندرس اللغة وكتب اللغة التي تبين معنى الألفاظ وغرائبها وتطور الألفاظ والحقيقة والمجاز، حتى نستطيع أن نعرف وأن نحكم. تبين الفقهاء إذا اختلفوا ما معنى أو لامستم النساء، ودي الخلافات في هذه الأشياء خلافات لغوية، واحد بيأخذ بالحقيقة يقول لك لامستم كذا، واحد يأخذ بالمجاز يقول لا، مثل ما قال ابن عباس: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع، ولم يمسسني بشر طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى آخره. فده يرجع إلى معرفة لغة العرب، لازم الإنسان يعرف لغة العرب ويدرس علومها ويتمكن منها، حتى إذا وجد خلافا في تحديد دلالات بعض الألفاظ يكون عنده قدرة على ترجيح دلالة من الدلالات. فالعلم بالعربية مهم جدا. لا يأتي إنسان لم يدرس علوم العربية ولا يعرف الفاعل من المفعول ولا التمييز من الحال، وجاي يجتهد، واحد مرة جاي يسأل، قلت بس أسألته مرة فقلت له: ما الفرق بين قولك أنت رجل وأنت الرجل؟ ما الفرق بين قوله هم مفلحون وهم المفلحون؟ فلم يعرف أن هناك قاعدة بناء على استقراء، إن إذا كان ركن الإسناد يعني المبتدأ والخبر بلغين يسمين ده المسند والمسند إليه، إذا كان كلاهما معرفة فهذا يفيد الحصر، قصر الخبر في المبتدأ، وده له حكم غير مجرد الإخبار بالخبر عن المبتدأ. لما تقول هم مفلحون غير هم المفلحون، ان هم المفلحون يعني لا يفلح غيرهم، المعنى يتغير. لازم الانسان يكون عنده ادراك لمعاني الالفاظ. اما من لا يعرف شيئا، مثل واحد راح لامام الحرمين اراد ان يناقشه، قال له: انت جاي تناقشني؟ الله، قال له: طب هسألك سؤال. قال له: ايه؟ قال له: ما الفرق بين الضحى والضحى؟ فلم يستطع شيئا. قال له: طب ما تعرفها بقى، تعالى ايه ناقشه. يعني في بعض الناس دراء يقحمون انفسهم فيما لا يعلمون، فالاجتهاد من ضمن شروطه المعرفة بالعربية معرفة غوص وتمكن. هذا ايضا شرط رابع. شرط خامس، وهو معرفة الاصول، علم الاصول، اصول الفقه. من مفاخر التراث الإسلامي هذا العلم الذي ضبط طرق الاستدلال ضبطا محكما، كيف تستنبط فيما لا نص فيه، وكيف تستنبط من النص، وما هي أنواع النصوص، إن فيه نص واضح الدلالة ونص خفي الدلالة، والخفاء أنواع معينة، كيف تستنبط من النص، وإذا كان أمرا فما دلالة الأمر، وإذا كان نهيا فما دلالة النهي، وهل كل أمر وكل نهي على وتيرة واحدة؟ هناك خلاف. ربنا يقول: وإذا حللتم فاصطادوا. ترى الأمر ده بعض الناس بيقول الأمر للوجوب، إنما هل
واذا حللتم فاصطادوا. هنا يفيد الوجوب ولا يفيد الاباحة؟ الاصوليين بحثوا في الاشياء دي، قالت الامر اذا جاء بعد الحظر يفيد الاباحة. يعني كان الصيد حرام، ولكن فاذا جاء الامر بعد الصيد يبقى اصبح هنا مش واجب عليك اذا حللت انك تروح تصطاد، اذا حللت من الاحرام في الحج او العمرة لا، انما فاصطادوا اي ابيح لكم الصيد. زي فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، خلاص كان الانتشار قبل الصلاة ممنوعا، البيع ممنوع والشراء ممنوع، انما فاذا انتشر، انما ليس من الضروري جايز تروح تستريح ما بنتشرش يعني. فانما اللي ما يعرفش الامر يفيد ايه ولا النهي يفيد ايه، ولا يعرف المطلق من المقيد، ولا يعرف الخاص من العام، ولا يعرف الدلالات، ولا وجاي يشتهي. وبعضهم يقول يعني هو كان ابو بكر وعمر بيعرفوا يعني اصول الفقه، ما كانوش يعرفوا، زي ما كانوش ولا يعرفوش النحو ايضا ولا الصرف، ولا انما هذه اشياء كانوا يعرفونها بالفطرة، انما هذه الامور ضبطة بعدهم، فاصبح هذه الاشياء مقننة. من يريد ان يجتهد لابد ان يعرف هذه الاشياء ويعرفها معرفة بحيث يستطيع يرجح، لان ما يجي يقول لك الامر يفيد في سبع اقوال في الموضوع، اذا كان هو بيقرأ هذه الاقوال وهو واقف، وقف حمار الشيخ في العقبة، لا يستطيع ان يختار رأيا من الاراء، واذا اختار رأيا فلا يدري لماذا اختار، ليس عنده وجه للترجيح. فما كيف لابد انه يكون عنده قدرة على الترجيح بين الاقوال المختلفة بحيث يصل الى رأي في هذا كل امر من الامور، ويبني عليه اجتهاده اذا كان مجتهدا حقا يبني الرأي على هذا. عشان واحد مثل ابن حزم واخد على ان الامر للوجوب هو كده خلاص، يعني هذا الامر للوجوب، فكل امر يجي اذا تدينت بدين الى اجل مسمى يجب الكتابة. فاذا تطهرن فاتهن من حيث امركم الله، يبقى يجب الاتيان بعد الله، يعني هو هكذا. فاخد منهج واستمر عليه، قد يكون المنهج في خطأ، انما على الاقل الانسان لازم يكون له منهج واضح في هذه الامور. فعلم اصول الفقه كما يقول الشوكاني عماد فسطاط الاجتهاد، القياس هو جزء من علم اصول الفقه، وبعضهم جعلوا شرطا مستقلا، انما هو جزء من علم اصول الفقه، جزء من علم الفقه كيف يقيس. اذا كان هناك شيء منصوص عليه وشيء غير منصوص عليه، فاحنا بنقيس غير المنصوص على المنصوص، بس بشرط ان يثبت المنصوص، وان يكون هناك علة في الاصل وعلة في الفرع واشتراك في العلة، ولا يوجد فرق بين الاثنين، لان احيانا يكون نقول القياس مع الفارق، اي هناك فارق بين الحكم الفرعي المقيس والاصل المقيس عليه، فلا يجوز القياس، انه احيانا يكون الاصل جاء استثناء فلا يصلح اصلا، انه ما جاء على سبيل الاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه، هو نفسه استثناء، فكيف تجعله قاعدة واصلا؟ القياس يعني ليس في كل شيء، الناس احيانا تقيس على غير اصل. واحد في مصر كتب مرة في جريدة الاهرام انه الربا مع الحكومة جائز، اذا الحكومة اخذت الربا بالفوائد وكذا ليه؟ قال لانه كما انه لا ربا بين الوالد وولده فكذلك لا ربا بين الحكومة والشعب. اولا الله نقول له طيب منين اخذت ان لا ربا بين الوالد وولده؟ هذا نفس الحكم مختلف فيه. والذين قالوا لا ربا بين الوالد وولده لان الاصل انت ومالك لابيك، فلا يجوز للابن ان ياخذ من ابيه، انما طيب هل يجوز للاب ان ياخذ من ابنه؟ لا ربا بين الوالد وولده. وبعض الناس قالوا يجوز، لا يجوز انه ياخذ ربا من ولده، لا. فهذا الحكم مختلف فيه وليس فيه نص حتى يصبح اصلا، ولو انه كان ثابتا فهناك افاز القياس مع الفارق، لانه اقول لك لا، ان العلاقه بين الوالد والوالد غير العلاقه بين الشعب والحكومه. فيعني هناك اناس يدخلون ميدان الاجتهاد بالعصا بالعافيه كما يقول المصريون. فعلم اصول الفقه الذي يعلم الانسان كيف يوفق
بين النصوص بعضها وبعض، المطلق والمقيد يعني، مثل قوله تعالى واحد بيسألني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما للمرأة الآيسة، قلت له هذا أمر جاءت به آية أخرى، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. سألني سؤال آخر بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا في غير الحامل. حامل جاء القرآن وقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وجاء حديث أكد ذلك. فإذا هناك عملية العمومات إذا تعارضت، والعام إذا عارضه الخاص، والمطلق إذا عارضه المقيد، لازم يعني في القرآن آية مثلا حرم عليكم الميتة والدم، ممكن تحرم أي دم، على حين جاءت آية أخرى قالت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح، فقيدت الدم بأن يكون مسفوحا. فإذا هنا هذا المطلق في الآية الأخرى يحمل على المقيد في هذه الآية، ولذلك في البعض ما روي حلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال، يعني الكبد عبارة عن دم متجمد، إنما الدم المحرم هو الدم المسفوح، وهكذا. فلا بد أن يعرف المجتهد من علم الأصول ما يستطيع أن يوفق به بين النصوص، فيحمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها، وهكذا إلى آخره، ويعرف القياس وأركانه وشروطه والعلة وأوصافها. بد أنه مثلا الفقهاء قالوا الحكم يدور على العلة لا على الحكمة، حكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكمة ليه؟ لأن العلة تنضبط والحكمة لا تنضبط، فيه للشيء حيانا يكون علة وحكمة. مثلا في الشارع في إشارات المرور، إشارات المرور فيه إشارة خضراء دي معناها تعطيك إذنا بالإيه؟ بجواز السير، إن الطريق مفتوح لك، وإذا كانت حمراء معناها إن ممنوع. حكمتها إيه؟ معروف إنه حتى لا يحدث صدام ويؤدي إلى حوادث، هذه الحكمة. إنما المفروض إن الواحد ساعة ما يذهب إلى الإشارة ويجدها حمراء يقف، ولو لم يوجد ايه سيارات اخرى، هو المفروض كده، ما يقولش لا ده هي الحكمة انه يعني عدم الصدام، ومادمت لا اجد يعني سيارة فادخل، وقد فعل هذا بعض الناس وكان غافلا فوجد سيارة اخرى حدثت حادثة. لا، المفروض الحكمة هي اللي ادت الى هذا التشريع، ولكن المفروض نقف عند العلة وليس عند الحكمة. العلة هي ظهور النور الأحمر فيمنع المرور، وظهور النور الأخضر فيجيز المرور، فهنا أصبح الجواز والمنع يدور حول ظهور اللون وليس لخلو الطريق من الايه من السيارات أو عدمه. هذا معنى الحكمة والعلة. ولذلك ونحن في الملتقى الفكر الإسلامي جاء بعض الناس وأراد أن يقحم نفسه في الاجتهاد، وفي الاصل ليس فقيها، ودي المشكل دخول غير الفقهاء، استاذ تاريخ هو، فقال ما ان هناك اشياء كثيرة في عصرنا تحتاج الى الاجتهاد، ومنها موضوع السفر. قال السفر في الزمن الماضي هذا كانوا يسافرون على ارجلهم او على الجمال او البغال او الحمير، وكان فيه مشقة شديدة، ويقطعون الفيافي والقفار والشمس المحرقة وإلى آخره. الآن أصبحنا نركب البوينجا والإيرباص وتأتي المضيفة وتخدمك وتقدم لك الأكواب، وخاصة حضرته يسافر بالدرجة الأولى، فيعني فالموضوع
فيه راحة كل الراحة، ما داعي اذا لعملية القصر والجمع والافطار في الصوم وهذه الاشياء. فاراد ان يبطل احكام السفر في هذا العصر ورخص السفر، ليه؟ نظر الى الحكمة ولم ينظر الى العلة. وهذا في الحقيقة رددت عليه، قلت لا لا ابدا، حتى لو نظرنا الى الحكمة انت غافل. الحكمة، الانسان في الحقيقة في غير بيته لا يكون مرتاحا قط. انا جربت، انا ممن يعاني الاسفار. الانسان له عادات معينة في اكله وشربه وقضاء حاجته البشرية واشياء يتعود عليها لا يجدوها في السفر مهما كان مسافرا. فمن قال انا تعبت وانا مسافر لمجرد تغيير؟ يعني بعض الناس اذا غير مكان نومه لا يستطيع ان ينام، وانا من هؤلاء الناس. فالعملية يعني السفر صعب وهو قطعة من العذاب، ولو ركبت ما ركبت. وبعدين متاعب السفر في عصرنا، الحجز والاشياء دي. طب كان زمان يركب مطيته وانت، انما الان اصبحت ايه؟ مشكلات اخرى. وتلحق يا ما تلحقش، والطريق يعني يتعطل بك، فهذه كلها فالبشر حينما يتدخلون في هذه الاشياء الحقيقة يعني. وعادة الجماعة المجددين هؤلاء الذين يدعون التجديد والاجتهاد يريدون البحبحة، هذا اراد التضييق، لانه هو البشر كده. اذا ترك لنفسه بغير منارات هادية ممكن احيانا يضيق ما وسع الله، واحيانا ممكن يحل ما حرم الله. فهذا لا داعي له. قلت له يا اخي ده انا كنت مسافر في رمضان هذا في المغرب، رمضان الفائت هذا، والحقيقة كنت عادة وانا مسافر لا افطر. ثم قلت لنفسي لماذا ندعو الناس الى استعمال الرخص ونقول لهم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، ولا نستخدم هذه الرخص؟ لماذا لا افطر في السفر؟ ولانه فعلا يعني انا خرجت من الدوحة الساعة 12 ونصف بعد نصف الليل، ولم اصل الا 12 ونصف بعد نصف الليل على توقيت الدوحة في الرباط. فمعناها ظللت 24 ساعة، فكنت سأظل 24 ساعة بدون افطار، لانه الفرق التوقيت. انت عارفين الانسان اذا سافر من الشرق الى الغرب يطول الايه؟ يطول اليوم. لو سافرت الى امريكا اليوم يطول معاك جدا. فمع انه المغرب ايضا يعني احنا عندنا المغرب هناك الساعة 6 ودقائق، عندكم هنا الساعة ايه؟ 10. ففرق التوقيت وفرق امتداد المغرب يجعل اليوم طويلا جدا. طيب لماذا لا استخدم رخصة السفر وافطر؟ فانا اقول هذا بناء عليه انه هؤلاء اتوا من انهم لم يفرقوا بين العلة والحكمة، وفي القياس قالوا لابد ان يدور الحكم على العلة لا على الحكمة. العلة وصف ظاهر منضبط ينبني عليه الحكم، فاذا وجد السفر وجدت احكامه، وسواء وجدت مشقة او لم توجد، لان ادارة الحكم على المشقة لا تنضبط. لان في واحد يمكن يتعب اخر التعب ويعاني اعظم المعاناة ويقول لا هذا شيء بسيط، واحد ادنى شيء يدعي انه ايه؟ مشقة لا تحتمل. فهذه امور لا تنضبط، فدار الحكم على السبب والعلة لا على الحكمة التي لا تنضبط. هذا شرط. شرط اخر هو معرفة الناس والحياة، كما قال الامام احمد ان من اراد ان يفتي الناس فلا بد ان تتوافر فيه 5 شروط، وذكر من هذه الشروط ان يعرف الناس. يعني لابد ان يعرف الواقع الذي يعايشه حتى تكون فتواه على بصيرة، الشيء الذي يفتي فيه يكون على علم به. ولذلك مثلا لا يجوز واحد ان يفتي في البنوك مثلا،
اعمال البنوك حلال ام حرام؟ حرام. طيب هل انت درست اعمال البنوك؟ هل لك علم بهذه الاعمال وتفاصيلها؟ التأمين مثلا حلال او حرام؟ لا. هل درست انواع التأمين وطرائقه وصوره؟ اي موضوع من الموضوعات لازم يكون انسان على معرفة به، ولابد ان يكون على معرفة عامة بالحياة والناس. والناس طبعا يختلفون من عصر الى عصر ومن بيئة لبيئة، ولذلك لابد ان يكون على معرفة بعصره. وانا اضيف الى هذا ان يكون على معرفة بثقافة عصره، يعني يكون عنده نوع من الالمام بثقافة العصر. لا يكون متخصصا، لا، ليس معقولا ان تقول لابد ان تعرف الاقتصاد وتعرف الاجتماع وتعرف علم النفس وتعرف اصول التربية وتعرف الطب لا يمكن هذا. شو صح تعرض علي مسائل طبية، انما هل انا يجب ان اكون طبيبا حتى افتي في المسائل الطبية؟ اذا كنت طبيبا فاي طب اتخصص فيه؟ حتى الطب دلوقتي اصبح ايه انواع، ما عادش طبيب زي ابن سينا وابن رشد والرازي طبيب في كل شيء. كان زمان يعني واحد زي ابن رشد كان طبيبا وفيلسوفا وفقيها وله الكليات في الطب، كان يدرس في جامعات اوروبا قرونا، وله شرح ارسطو في الفلسفة، وله بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، من اعظم ما الف. انما عصرنا اصبح لا يستطيع الانسان هذا لنمو المعارف واستفحالها استبحارها، فاصبح لابد من فلا يمكن ان انا اعرف الطب. انما كل ما يمكن ان انا استطيع في هذه المسائل ان اسأل طبيبا واعرف منه الامر، وان اكون على علم بالثقافة العلمية العامة. ما حدث واحد من المشايخ كنا بنتناقش معاه مرة في مسألة البويضة والحيوان المنوي والكلام وده والبتاع، فقعد يقول ايه الكلام انت بتقوله ده؟ ايه الحيوان المنوي؟ ايه فيه نطفة يعني ما تقول لي ده فيها كذا مليون حيوان منوي ومش عارف ايه كلام، قعد ما يض. والبويضة المرأة بتلد ولا بتبيض؟ يعني الكلام اللي قاعدين يقولوه الناس دول. يعني من لا يعرف هذه الاشياء قد يترتب عليه خطأ في الحكم. بعضهم كذبوا قال الكلام ده اللي بيقولوا ان الناس صعدوا الى القمر وهؤلاء خرجوا عن الدين وخرجوا، ربنا حفظ السماوات ولا يمكن ان يصل اليها احد، والاشياء دي وينكر. وما قلنا ربنا قال يا اخي ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابة، وممكن تكون هناك احياء وقال لا تنفذون الا بسلطان واشياء. ظللنا نتناقش، هو يعني ذهنه مغلق من هذه الناحية، فما درس اي شيء عن العلوم اللي سموها في وقت ما في الازهر العلوم الحديثة، مع انها بالنسبة للمسلمين علوم قديمة ولهم فيها باع طويل. ولكن فلابد للمجتهد ان يكون على علم دراية ما بهذه الاشياء حتى لا يكون معزولا عزلا تاما عن عصره وثقافته وعلومه. ده شيء لازم في المجتهد. ايضا مما يلزم او من شروط المجتهد العدالة والتقوى، ان يكون عدلا مرضي السيرة يخاف الله تعالى ويتقيه، لان غير العدل لا يقبل في الشهادة على كم فلس في الامور. ربنا تعالى يقول اشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، فكيف تقبل شهادة مثل الانسان الفاسق الذي لا دين له؟ كيف يؤتمن على شرع الله؟ هذا يخشى منه انه يحل الحرام ويبطل الواجبات في سبيل دنيا زائلة. ولذلك في بعض الناس الذين يريدون ان يرضوا الحكام وان يبرروا لهم اعمالهم، لا تجد هؤلاء عندهم معمل لتفريخ الفتاوى. يعني مستطيع، ماذا تريد؟ واحد كان في ندوة تلفزيونية يعني مرة قالوا نحن ندعوك لندوة تلفزيونية من اجل تحديد النسل، فقال لهم طيب قولوا لي المطلوب ايه، التأييد ولا المعارضة علشان يعني احضر نفسي؟
تأييده، يعني اذا كان تأييدي يروح يبحث عن يعني مرشحات التأييد، اذا كان معارضة يبحث عن النصوص اللي بتعارض. هو جاهز للايه؟ للطرفين يحلونه عاما ويحرمونه عاما، مثل الجماعة الصلح مع اسرائيل حرام وكذا وكذا، ولما جاءت الدولة عايزة الصالح مع اسرائيل طلعت فتوى تانية بجواز الصلح مع ايه؟ مع اسرائيل. هذا كلام ده تلاعب بدين الله انسان. ولذلك يشترط في المجتهد ان يكون عدلا من اهل العدالة والتقوى حتى لا يصبح الدين ألعوبة في يديه. اما واحد لا دين له، واحد لا يحرص على الصلاة، وبعدين يريد ان يجتهد، فهذا في الحقيقة لا يقبل منه. اذا اجتهد لنفسه هو اجتهد، اذا كان عنده الشروط الاخرى وهيهات هيهات مثل هذا ان يفتح الله عليه باجتهاد صحيح. انه ايضا كما قال الامام الشافعي: شكوت الى وكيع سوء صنعي فارشدني الى ترك سوء حفظي، شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الانسان الذي يعصي الله لا ينور الله بصيرته ولا يفتح عليه بفهم صحيح. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا تفرقون به بين الخطأ والصواب وبين الحق والباطل. انما الانسان الذي لا يرعى الله ولا يرقبه ولا يتقيه هذا لا ينتظر منه ان يفتح الله له وينور بصيرته. ولذلك اشترطوا العدالة والتقوى. هناك بعض الشروط اختلفوا فيها، هل العلم بفروع الفقه ضروري او ليس بضروري، شرط ام ليس بشرط؟ بعضهم قال لا ليس بشرط، لانه هذا يأتي بعد الاجتهاد، هذا من ثمرات الاجتهاد وليس من شروطه. ولكن قال الامام الغزالي انه في عصرنا اصبح هذا لابد منه، لانه هو الذي يمكنه من الفهم ويعطيه الدربة ويمنحه الملكة. الملكة تأتي حينما يغوص الانسان في الفقه، وخاصة الفقه المقارن، ما نسميه في عصرنا الفقه المقارن، وكانوا قديما يسمونه معرفة اختلاف الفقهاء، مش فقه مذهب واحد، لا، يحاول ان يعرف المنازع المختلفة للفقهاء، لماذا اختلفوا في هذا الحكم وما هي مداركهم. ولذلك قال قتادة: من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم تشم انفه الفقه، لم يشم رائحة الفقه. لازم يعرف اختلافه، من لم يعرف اختلاف العلماء فليس بعالم. هناك الحمد لله كتب اختلاف العلماء موجودة، عنيت بالاختلاف وهذه الاشياء، مثل كتب شروح الحديث لسبل السلام للصنعاني والاوطار للشوكاني، ومثل الكتب التي عنيت بفقه الصحابة والتابعين مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة وسنن البيهقي، ومثل فتح الباري لابن حجر، ومثل بداية المجتهد لابن رشد، وغيره كتب كثيرة التي عنيت باختلاف الفقهاء. لابد من اراد ان يجتهد فلابد ان يعرف اختلاف الفقهاء، هذه هي اهم شروط من يريد الاجتهاد، وهذا هو الركن الثاني في الاجتهاد. هناك اجتهاد وهناك مجتهد، هناك الركن الثالث وهو المجتهد فيه، في من اجتهد. ما هو مجال الاجتهاد؟ مجال الاجتهاد هو ايه؟ مجال الاجتهاد هو ما ليس فيه دليل قطعي من الاحكام، ما كان فيه دليل قطعي فلا مجال للاجتهاد فيه. انما ما ليس فيه دليل قط، نحن نعلم ان الشريعة الاسلامية وهذا من سعتها ورحمة الله باهلها، ان هناك اشياء لم يأتي الله فيها بنصوص لا بالقرآن ولا بالسنة، كما جاء في الحديث ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها،
وترك اشياء رحمة بكم غير نسيان او غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رحمة بكم تركها، سكت عن اشياء. وجاء في الحديث الاخر: ما احل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فان الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وما كان ربك نسيا. ربنا لم يترك هذه، لم يسكت عن هذه الاشياء نسيانا، وانما توسع على عباده ورحمة بهم. ولذلك كان القرآن لا يجيب عن كل اسئلة الناس، وكان النبي ينهاهم عن كثرة السؤال، كما اكثر بنو اسرائيل السؤال فشددوا فشدد عليه. لما امرهم الله ان يذبحوا بقرة، لو ذهبوا الى اي بقرة ونفذوا الامر لقبلت منه، ولكن اكثروا الاسئلة فشدد عليه: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول: انها بقرة لا فارض ولا بكر. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول: انها بقرة صفراء. ادعو لنا ربك. كل ما يسألهم يأتيهم تشديد، ولذلك شددوا فشدد عليه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. ونزل في القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم فاسكتوا. وجاء في الحديث البخاري: إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. شدد على الناس. المطلوب ان هناك اشياء لم ينص فيها الشارع، الشارع لم يجئ فيها بنص، هذه متروكة، فهي مجال للاجتهاد، منطقة فراغ تشريعي نملأها عن طريق القياس فيما يصلح فيه القياس اذا وجد اصل منصوص عليه والعلة موجودة مشتركة فنستطيع في هذا. وقد يكون قياس الاولى كما ورد عن عمر انه كان لا يأخذ من الخيل شيئا، ثم جاء بعض الناس في اليمن قالوا ان الفرس تبلغ يعني مبلغ يساوي 40 ناقة، فقال انا اخذه او اكثر من 40، قال انا اخذه من 5 ذود من الابل ولا نأخذه من الخيل شيئا. بعد ذلك اخذ منها بقياس الاولى ما دام تبلغ هذا المبلغ، اذا كانت تتخذ للاستيلاد والاستماء حتى في الزكاة، لان الزكاة ليست عبادة محضة، الزكاة يعني عبادة وجزء من النظام المالي في الاسلام، ولذلك دخلها القياس. النبي عليه الصلاة والسلام نص على اخذ زكاة الفطر من انواع معينة، قاس عليها العلماء كل ما كان من قوت البلد، غالب قوت البلد، اشياء لم يأتي الله فيها بنصوص لا بالقرآن ولا بالسنة، كما جاء في الحديث: ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وترك اشياء رحمة بكم غير نسيان او غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فاقبلوا من الله عافيته، فان الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وما كان ربك نسيا. ربنا لم يترك هذه، لم يسكت عن هذه الاشياء نسيانا، وانما توسع على عباده ورحمة بهم. ولذلك كان القرآن لا يجيب عن كل اسئلة الناس، وكان النبي ينهاهم عن كثرة السؤال، كما اكثر بنو اسرائيل السؤال فشددوا فشدد عليه. لما امرهم الله ان يذبحوا بقرة، لو ذهبوا الى اي بقرة ونفذوا الامر لقبلت منه، ولكن اكثروا الاسئلة فشدد عليه: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول: انها بقرة لا فارض ولا بكر. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول: انها بقرة صفراء. ادعو لنا ربك. كل ما يسألهم يأتيهم تشديد، ولذلك شددوا فشدد عليه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة اسئلتهم واختلافهم على انبيائهم. ونزل في القرآن قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا
لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم فاسكتم. وجاء في الحديث البخاري إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، شدد على الناس. المطلوب ان هناك اشياء لم ينص فيها الشارع، الشارع لم يجئ فيها بنص، هذه متروكة، فهي مجال للاجتهاد، منطقة فراغ تشريعي نملأها عن طريق القياس فيما يصلح فيه القياس اذا وجد اصل منصوص عليه والعلة موجودة مشتركة فنستطيع في هذا. وقد يكون قياس الاولى كما ورد عن عمر وكان لا يأخذ من الخيل شيئا، ثم جاء بعض الناس في اليمن قالوا ان الفرس تبلغ يعني مبلغ يساوي 40 ناقة، فقال انا اخذه او اكثر من 40، قال انا اخذه من 5 ذود من الابل ولا نأخذه من الخيل شيئا. بعد ذلك اخذ منها بقياس الاولى ما دام تبلغ هذا المبلغ، اذا كانت تتخذ للاستيلاد والاستماء في حتى في الزكاة، لان الزكاة ليست عبادة محضة، الزكاة يعني عبادة وجزء من النظام المالي في الاسلام، ولذلك دخلها القياس. النبي عليه الصلاة والسلام نص على اخذ زكاة الفطر من انواع معينة، قاس عليها العلماء كل ما كان من قوت البلد غالب قوت البلد واشياء كثيرة جدا. فممكن عن طريق القياس، عن طريق المصالح المرسلة، عن طريق الاستحسان، عن طريق سد الذرائع وهكذا. يعني هناك مصادر في الإسلام اسمها المصادر التبعية، في المصادر الأصلية مثل القرآن والسنة والإجماع والقياس، في مصادر تبعية كثيرة، ودي فيها خلاف بين المذاهب بعضها وبعض، والمجتهد لابد أن يكون له رأي فيها. مثل شرع من قبلنا مثلا، يا ترى شرع من قبلنا يعمل به او لا يعمل به، لانه دي قضية. واحد يستدل بان مثلا بنت ابنة الشيخ الكبير كانت تعملان، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما، فنأخذ من هذا مثلا ان المرأة يجوز لها ان تعمل ما دام اسرتها في حاجة الى العمل لتساعد اباها الشيخ الكبير، فلا مانع من العمل عند الحاجة ما دامت في حشمة مثل حشمة هاتين البنتين، فجاءته احداهما تمشي على استحياء الى اخره. انما هذا مبني على قاعدة، وان هذا شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا شرع لنا ام ليس شرعا لنا، هذا امر فيه خلاف، والصحيح انه شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. فلازم يكون للمجتهد رأي في هذه الامور، في هذه المصادر المختلفة. بعض الناس توسعوا في المصالح المرسلة وبعضهم ضيقوا فيها، وبعضهم اخذ بالاستحسان وبعضهم لم ياخذ، بعضهم توسع في سد الزراعة وبعضهم ضيق وهكذا، فلابد من هذا. فمجال الاجتهاد فيما لا نص فيه هو ان يملأ عن طريق هذه المصادر التبعية، هذه حسب الواقع. هناك ايضا ما نص فيه كثير من المنصوص فيه ظني الدلالة، فما دام ظني الدلالة فهو مجال للاجتهاد. فامسحوا برؤوسكم، يا ترى برؤوسكم ببعض الرأس ولا بكل الايه الرأس؟ الباء هنا يا ترى للتبعيض ولا للإلصاق؟ بنرجع للغة العربية، برؤوسكم ايه الباء هنا تفيد ايه؟ هذا مع وجود النص اختلفت الايه المذاهب فيها. هناك كثير من النصوص الظنية في الدلالة، فالنصوص الظنية الدلالة ما دام النص ظنيا فهناك مجال للاجتهاد. انما القطعي لا يجوز ان يأتي في نص قطعي ويجتهد. حضرته كان معانا واحد في الملتقى صاحب حكاية الرخص الصندق جاي يجتهد، كان في
اوروبا او امريكا عند واحد واشترى كنيسة بمبلغ كذا وعملها مسجد، وجه يوم الجمعة فلم يجد عددا يعني كافيا يصلي في الجمعة، فحضرته بيقترح ايه؟ انه بدل صلاة الجمعة يوم الجمعة نخلي صلاة الجمعة يوم الاحد. مو الاصل الباب اذا فتح كل من يدعي الاجتهاد، هؤلاء الجراء الذين يقتحمون حما كل شيء كأنه قال الاسلام ده كلام مباح لكل من يدعي الاجتهاد، فهذا يقولك نعمل ايه؟ نعمل الاحد بدل الجمعة، مش القصد يا اخي الناس تستمع، هذا يخلينا نجتمع الجمعة. الله، قلت له طيب ونسميها في الحالات دي ايه؟ صلاة الجمعة ولا صلاة الاحد؟ بس هي صلاة الجمعة، قال لها صلاة الاحد، ولما ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، ماذا نقول في هذه الاية؟ نقول لا، نهاية ان صلاة من يوم الجمعة ان نضيف اليها كده او من يوم الاحد، يعني ما يعني. فالمسألة حقيقة هذه الامور هناك اناس يعني يدعون لانفسهم اكثر من مقامهم. واحد يعني الناس المتطورون هؤلاء عبيد التطور لا يقفون عند حد، الاول يقول لك هذا كلام فقهاء، دعونا من الفقهاء. طيب يا سيدي ماذا تريد؟ الى النصوص، فاذا ذهبنا الى النصوص نجي عند السنة، يقول لك لا السنة يعني يا سيدي كما قال احدهم يعني السنة القولية ديت، يعني السنة الفعلية مثل الصلاة والاشياء دي، انما السنة القولية دي لا. وبعض حتى طيب يا سيدي حتى لو تنازلنا حتى القرآن، بتقول له القرآن حرم لحم الخنزير، يقول لك الخنزير ده كانت في خنازير سيئة التغذية، انما الخنازير اللي يشرف عليها يعني اشراف صحي، يعني الخنزير تبع زمان هذا الخنزير الاسيوي او الافريقي، ده بالخنزير الاوروبي الامريكاني، ده خنزير راقي، ان فيه يعني تمييز عنصري في الايه في الخنازير يعني ايضا. فحتى هذا يعني والخمرة يقول لك الخمرة ده اصلي حرمت يعني في بلاد حارة، لو نزل القرآن في بلاد باردة لعرفوا ان الكونياك والويسكي والاشياء دي لابد عشان تسخين الواحد يدفئ محتاج الى بعضهم اجتهد، بعض الرؤساء رؤساء البلاد التي منها بعضكم اجتهد في يوم من الايام واجتهد يظهر اجتهاد عندكم ما شاء الله، قال لك ان اللي كما اجتهدنا في تعدد الزوجات نجتهد في عملية ان الانثى تاخد نصف الايه الذكر ديت، يعني ده دي كان زمان يوم لم يكن للمرأة اجتهاد استقلال اقتصادي ولم تكن تعمل وتزاحم الرجل بالمنكب كما شأن المرأة في عصرنا، وضرب بسل بامرأته ام مش عارف مين وهي بتعمل كذا وكانت تعول اخوتها ولها كذا وكذا، فالمرأة الان اصبح لها وضع اخر، فللذكر مثل حظ الانثيين، ده يعني كما اجتهدنا في منع تعدد الزوجات نجتهد ايضا في الارث ونسوي بين الذكر والانثى. انظروا معناها انه لا يبقى لنا شيء ابدا، هؤلاء يضعون انفسهم لا موضع النبي بل موضع الله سبحانه وتعالى، يريدون ان يحلوا ويحرموا ويشرعوا ويتخذهم الناس اربابا من دون الله، لان الناس الذين قال فيهم القرآن اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، هؤلاء حللوا وحرموا بغير اذن من الله، يقول يريدون ان يحللوا ويحرموا حتى يحلوا ما حرم الله على تحريمه ويحرموا ما حل الله بالنص القاطع ويبطلوا ما فرض الله يغيروا شرع الله. فلو فتح الباب بهذه الطريقة معناها انه يصبح الاسلام ده عجينة في يد اي واحد يشكله كيف يشاء، في البلاد الاشتراكية يصبح اسلام اشتراكي، وفي البلاد الاسلامية الرأسمالية يصبح اسلام ايه رأسمالي، وكل واحد ينظر الاسلام ويصنعه كما يريد، ليس هذا اسلاما، لا يصبح الاسلام حاكما وانما يصبح محكوما. ولذلك انا كم قلت لبعض الناس الذين يطالبون الاسلام ان يتطور، قلت لهم ولماذا
لا تطالبون التطور ان يسلم؟ فيروز دور ولا يسلم؟ مش الاسلام اللي يتطور. هذا صحيح بالنسبة للاشياء التي يجوز الاجتهاد فيها. نجتهد لعصرنا، نملأ منطقة الفراغ التشريعي، نجدد في الاجتهاد، نرجح. هذا ما حاولناه. يعني انا في كتبي واعوذ بالله من قولي انا يعني لم التزم مذهبا معين، انا نشأت حنفيا، ولكني من قديم حقيقة تحررت من المذهبية، وأظلت أفتي الناس بما أراه أرجح، وغالبا ما يكون أرجح يكون أيسر، لأن الناس كثيرا ما عقدوا، أخذوا بالأحوط دائما، وكل عصر يأتي يضيف أحوطية جديدة أحوطية جديدة، فيصبح الدين مجموعة أحوطيات، فيصبح ذلك. أيضا أنا أقول في عصرنا إن إذا كان هناك رأيان متكافئان أحدهما أحوط والآخر أيسر، أفتي بالأيسر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فمجال الاجتهاد ليس الأحكام القطعية، لا، إنما الأحكام الظنية، ما كان فيه مجال للأخذ والرد، ما كان فيه مجال للاحتمالات. ومن أخطر المؤامرات الفكرية التي يتعرض لها المسلمون الآن تحويل القطعيات إلى محتملات، والمحكمات إلى متشابهات. نريد الأشياء القطعية تصبح مجال للجدل، معناها إنه خلاص يصبح الدين ده كلأ مباحا لكل من هب ودب من الناس. وأيضا من الخطر كذلك تحويل الظنيات إلى قطعيات، والمحتملات إلى يقينيات وضروريات. أننا نسد على الناس بابا فتحه الله، أو الذين يقولون لا اجتهاد اليوم، ويريدون أن يلزموا الناس رأيا معينا ومذهبا معينا لا يتعدونه. لا، هذا جائز لك إذا كنت تريد أن تتعبد على مذهب معين ولست من أهل الترجيح والنظر، فلك أن تتبع مالكا أو الشافعي أو ابن حنبل أو كذا. ولكن في القضايا العامة حينما نريد أن نشرع للأمة، حينما نريد أن نضع قانونا للزكاة أو للأسرة أو للقضايا المدنية أو القضايا الجنائية أو غير ذلك، هذا نأخذ من المذاهب كلها، لا من المذاهب الأربعة بل من المذاهب الأخرى، بل من مذاهب الصحابة والتابعين، ونجتهد ونرى فيها الأرجح والأليق بتحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق. هذا ما نريده. نحن ندعو إلى الاجتهاد، والاجتهاد فرض كفاية في الإسلام. إذا قام به عدد كاف من المسلمين سقط الإثم عن الأمة، وإذا لم يكن هناك عدد كاف من المجتهدين تكون الأمة كلها آثمة. ولذلك ذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد، ورأيهم أن كل عصر كان فيه مجتهد ولم ينقطع الاجتهاد، وإن كان الشائع عند جمهور الآخرين إن الاجتهاد انقطع في وقت من الأوقات، ولكن حقيقة المتتبع يجد إنه كان هناك مجتهدون، بس كثير منهم كانوا يتسترون بالمذاهب خشية العامة والآخرين، ولكن لهم ترجيحات خارج المذاهب. ففي القرن الثامن ظهر ابن تيمية وابن القيم ومدرسة هذه المدرسة، حتى القرن الثالث عشر، القرن الثالث عشر كان فيها الشوكاني المتوفى سنة 1250، هذا رجل مجتهد مطلق، مجتهد في الفقه ومجتهد في الأصول، كتاب نيل الأوطار وكتاب السيل الجرار وكتاب الدراري المضية الذي شرحه في كتاب اسمه الدرر البهية، وشرحه الشوكاني وشرحه الصديق حسن خان في كتاب الروضة الندية. فهذا في القرن الثالث عشر الهجري، القرن الرابع عشر بدأت النهضة، فالاجتهاد كان مستمر. نحن نادي بالاجتهاد، ولا يمكن أن نغلق بابا فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك دين يشجع على الاجتهاد أيا كانت نتائجه مثل الإسلام، حتى أنه يرحب بالخطأ، الخطأ انظروا حتى الخطأ يرحب به، فمن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. يعني لم يكتفي بأن يعذر المخطئ ويقول أنت معذور، لا، بل قال لك أجر لأنه بذل جهده، لما دام اجتهد، لأنه معنى اجتهد يعني أفرغ وسعه
في طلب الحقيقة وطلب الحكم الشرعي. فمن أفرغ وسعه لا يضيع هذا الإفراغ وهذا الجهد عبثا، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، فأجر أجرا واحدا. المصيب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فهذا هو الإسلام، وهذا هو الشرع الذي ننادي بتحكيمه. نحن حينما ندعو إلى تحكيم شرع الله في هذا العصر ندعو معه إلى الاجتهاد حتى نستطيع أن نجد لمشكلات عصرنا حلولا، ولكن حلول في ضوء الشريعة الإسلامية في إطارها تحت مظلتها. لا نريد أن نستورد من هنا ومن هناك نظريات وقيما وأنظمة ثم نريد أن نلوي أعناق النصوص ليا حتى توافق هؤلاء أو هؤلاء أو أولئك. لا، هذا للأسف يحدث في عصرنا هذا. إننا نريد أن نجعل الإسلام أحيانا إسلاما رأسماليا، أحيانا إسلاما اشتراكيا، أحيانا إسلاما ديمقراطيا. والإسلام هو الإسلام، فيش إسلام ملوش صفة إلا هي الإسلام فقط، وهو الوسطي، الوسطية، يمثل الوسطية. ولذلك لما ذكر في بعض المجلات الإسلامية يوما إن فيه اليسار المسلم، لا، الإسلام ما فيهش يسار ويمين، فيه وسط، الصراط المستقيم. لأنه اليمين واليسار معناها ده مائل إلى جهة وده مائل إلى جهة، في جهة إفراط وجهة تفريط. إنما الإسلام يمثل الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك إذا كان للرأسماليين موقف معين من الملكية فللاشتراكيين موقف مضاد منها، الإسلام موقف آخر. الفردية والجماعية، المثالية والواقعية، الروحية والمادية، لهذه كلها الإسلام له وسطيته في هذه الأمور وموازنته التي لا يقدر عليها إلا إله عليم حكيم، لا يقدر على أن يوقفك في الموقف الوسط العدل إلا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولم يبخل عليك برحمة وأراد بك اليسر ولا يريد بك العسر. فهذا هو الاجتهاد الذي نريده، نريد اجتهادا من أهله، من أهله، من أهل الاجتهاد. أما الأدعياء والطفيليون الذين يريدون أن يدخلوا الاجتهاد بأي طريقة ويدعوا لأنفسهم، لا، هؤلاء مرفوضون. أنه ممكن أن يبطلوا كل شيء، الاجتهاد من أهله وفي محله، في محل الاجتهاد ومجاله، مجال غير القطعي وبشروطه، لمن يملك شروطه وتحت مظلة الإسلام، ولأناس مأمونين يخافون الله عز وجل من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء وحدهم المأمونون على دين الله وعلى شرع الله، بغير هذا لا نستطيع أن نفتح باب الاجتهاد لكل من هب ودرج، لكل من كتب سوادا في بياض، لكل من قرأ بعض قراءات سطحية وأراد أن يخطف الأحكام خطفا، لا. هذا فالاجتهاد بشروطه هذه وبأدواته هذه وفي مجاله هذا ومن أهله هؤلاء مفتوح وسيظل مفتوحا، ونحن ندعو إليه لنحل مشكلات عصرنا بحل الإسلام، ونداوي أمراض مجتمعاتنا من طب الإسلام ومن صيدلية الإسلام نفسه، لا باستيراد أدوية من عند هؤلاء ولا هؤلاء. لا مانع من الاقتباس الجزئي، ممكن نقتبس اقتباسات جزئية، ولكن بشروط معينة أن تكون ملائمة لنا، أن لا تخالف نصا ولا تخالف قاعدة، وأن تقبلها أوضاعنا. لأن ليس كل ما يصلح لغيرك يصلح لك، مثل نقل الدم. إخواننا الأطباء عرفونا أنه ليس كل دم صالحا لأن ينقل، الدم هو الحياة، ولكن ممكن إذا نقلت دما من شخص إلى شخص تقتله، تميته، لأنه ليس من فصيلته ولا يتفق معه.
اذا النقل لابد ان تستوفى شروطه. انا ارى بهذه النظارة يمكن لو لابسها غيري لا يرى بها، يعمى لانها مفصلة عليه. فكذلك نحن لنا شرائعنا وانظمتنا وتقاليدنا ومواريثنا، فلا يجوز ان نقتبس كل شيء من غيرنا ثم نعطيه الجنسية الاسلامية او نلبسه عمامة اسلامية او عباءة عربية وندعي، لا، نقتبس من الجزئيات ما يصلح لنا. ما اقتبس المسلمون في الزمن الاول، اقتبس بعض الاشياء واضافوها، لكنها دخلت كقطعة غيار ملائمة. انما قطعة الغيار اذا جبت قطعة غيار من سيارة نقل طبعها في سيارة صالون صغيرة لا تصلح لها، لابد من التلاؤم. فهذا هو شرط الاجتهاد الذي ندعو اليه وننادي به ونحاول ان نمارسه بالفعل على قدر ما يؤتينا الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لهذه الامة من امرها رشدا، وان يهيئ لنا المجتهدين المأمونين القادرين على ان يضعوا لمشكلات هذه الامة حلولا من شرع الاسلام ومن طب الاسلام، انه سميع قريب. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.